جنس الزهر. عندي يا مستر لو جيت اصنف الزهور اللي موجودة في الدنيا كلها، الزهور من حيث الجنس عموما في زهرة ثنائية الجنس وفي زهرة وحيدة الجنس. طب ايه اللي عرفني يا مستر اصلا ان دي ثنائية ودي وحيدة؟ قالك من اعضاء التذكير والتأنيث اللي بتحملها كل زهر، يبقى بعرفها من عضو التذكير وايه والتأنيث. وانا اتفقت من شوية ان عضو التذكير في الزهرة هو مين؟ الطالع. وعضو التأنيث هو مين؟ المتاع. الطالع اللي هو الأزدية والمتاع اللي هو القربال. طب عندي بقى، يبقى هنا بتختلف جنس الزهرة اللي ما تحمله من نقط ونقط تطوله من أعضاء التذكير أو التأنيث أو كلاهما. ممكن زهرة يكون فيها عضو التذكير بس، ففي الحالة دي بنقول عليها زهرة مذكرة. ممكن زهرة يكون فيها عضو التأنيث بس، ففي الحالة دي بقول عليها زهرة مؤنث. ممكن زهرة تكون فيها الاتنين مع بعض، يعني المذكر والمؤنث مع بعضه زي الزهرة النموذجية، في الحالة دي بنقول عليها زهرة خنث. زهرة ايه؟ خنث. يبقى إذا جنس الزهرة، يبقى عندي في زهرة ثنائية الجنس وديت اللي فيها اعضاء التذكير والتانيث مع، يبقى في عندي زهره ثنائيه الجنس وديت ايه؟ قال لك الزهره ده هي اللي ثنائيه الجنس دي تحمل، يقول لك عرفها، هتقول له تحمل اعضاء التذكير والتانيث معا، يعني الاتنين مع بعض. وثنائيه الجنس دي بنقول عليها ايه؟ قال لك بنقول عليها زهره خنثى. بنقول عليها زهره ايه؟ خنثى. يبقى الزهره الخنثى هي نفسها ثنائية الجنس. طب عندي الزهرة التانية، قال لك الزهرة التانية ان هي ممكن تكون زهرة وحيدة الجنس، من حيث الجنس زهرة وحيدة الجنس. طب الزهرة الوحيدة الجنس دي بقى ممكن تبقى مذكرة وممكن تبقى مؤنثة بس، لكن مش الاتنين مع بعض. يبقى الزهرة وحيدة الجنس يعني نقول له هي ايه؟ قال لك هي الزهرة التي تحمل أعضاء التذكير فقط أو أعضاء التأنيث فقط. يبقى هي يا دي ما فيهاش الاثنين، يبقى وحيدة الجنس يا فيها الاعضاء المذكره بس يا فيها الاعضاء المؤنثه بس. اما ثنائيه الجنس فيها الاثنين مع بعض، فيها اعضاء التذكير والتانيث معا. تمام. طيب تعالى بقى هنعمل مقارنه بين الانواع الثلاثه من الزهور. يبقى انا عندي جنس الزهره ثنائيه الجنس ووحيدة الجنس. لما يجي يقول لك اكمل جنس الزهره نقط ونقط، يبقى زهره ثنائيه الجنس وزهره وحيدة الجنس. طب تعالى بقى هنصنف الازهر من حيث الجنس. عندي اول حاجه في عندي زهره خنثى، اتنين عندي زهرة مذكرة، تلاتة عندي زهرة مؤنثة. طيب الزهرة الخنثى، بص كده على شكلها، شكل الخنثى اللي هي بتبقى ثنائية الجنس بتبقى كده، بص كده شكلها في الأحياء، بتبقى دايرة ونازل منها علامة زائد، دي أنثى، دي رمز الأنثى في الأحياء. ونيجي نطلع منها كده سهم كده، دي كده اسمها خنثى كده، يبقى دي زهرة خنثى، يعني مذكر ومؤنث مع بعض. الذكر دايرة وفي سهم والأنثى دايرة وفيها زائد، قال لك يبقى دي كده على بعضها، التركيبة دي على بعضها اسمها إيه؟ دي خنثى. يبقى زهرة خنثى اللي هي بنقول عليها إيه؟ اللي هي بنقول عليها ثنائية الجنس. يبقى دي كده خنثى ثنائية الجنس. طيب بص كده المذكرة بتبقى دايرة، دايرة وخارج منها سهم، دايرة وخارج منها ايه؟ خارج منها سهم. لما اشوف الرمز ده في الاحياء اعرف على طول ان ده ايه؟ ده ذكر، يعني ده وحيد الجنس، ده وحيد الايه؟ ده وحيد الايه؟ الجنس. طيب اللي هو مذكر. طب عندي هنا زهرة مؤنثة دايرة ونازل منها علامة زائد اهي، يبقى دايرة ونازل منها علامة زائد، على طول أعرف إن دي أنثى في الأحياء، ده رمز الأنثى. دي برضو بتبقى زهرة إيه؟ قال لك وحيدة الجنس مؤنثة، يعني فيها أعضاء التأنيث بس. طيب عندي شكلها لما نيجي نرسمها كشكل تخطيطي للزهر، الخنثى بتبقى عاملة إزاي؟ الخنثى هي نفسها الزهرة النموذجية، بص كده الخنثى بتبقى كده، قال لك عندي أهو عنق الزهرة بترسمه عادي، وبعد كده في انتفاخ زي ما بنرسم الزهرة وتعودنا نرسمها، اهو الانتفاخ، اهو الانتفاخ خارج منه المحيطات الزهرية الأربعة، ادي واحد، ادي عندك المحيط التاني، المحيط التالت اللي هو الطلع، وبعد كده المحيط الرابع،
اللي هو المتاهة، فيها الاربع محيطات. طالما واحد اتنين تلاتة اربعة، فيها الاربع محيطات، يبقى دي زهرة خنس. ماشي، يعني فيها اربع محيطات زهرية. ماشي، طب بص كده، المذكرة بتكون كده برضو هي عنق الزهرة. ركز كده بالراحة بقى في رسمتهم عشان ما تتلخبطش فيهم في الامتحان. الانتفاخ هو اللي هو التخت، الانتفاخ ده هيخرج منه المحيط الاولاني الكأس، وبعدين التويج، وبعدين الطلع. ركز كده بقى، هنا فيها طلع بس لانها زهرة مذكرة. ماشي، فهنا بقى طلع فيها ايه؟ طلع بس اهو، يبقى بالشكل ده كده. يبقى اول ما الاقي طلع بس مفيش متاع، يبقى تلات هنا محيطات، واحد كأس، اتنين تويج، تلاتة طلع. تلات محيطات بس وفيها طلع بس، يبقى دي زهرة مذكرة فيها تلات محيطات لان فيها الطلع. طب بص كده، الزهرة المؤنثة بتترسم ازاي؟ نفس الفكرة، بعمل عنق اهو، العنق ده في نهاية انتفاخ، الانتفاخ ده هيحمل المحيطات الزهرية الكأس، التويج أطول منه شوية. هنا بقى مؤنثة مفيش طالع، فهيبقى في ايه؟ متاع. نعمل انتفاخ وخرج منه قلم، وفي نهاية القلم في ايه؟ في فتحة ميسة. ماشي، طيب ده كده اسمها ايه؟ اول ما الاقي عضو التأنيث بس اللي موجود المتاع، يبقى دي على طول زهرة مؤنثة فيها برضو ثلاث محيطات. فيها ثلاث ايه؟ محيطات، واحد الكأس، اتنين التويج، ثلاثة المتاع. تمام، طيب يبقى كده دي شكلها، اربع محيطات موجودين، اقول عليها على طول ان هي زهرة ثنائية الجنس اللي هي زهرة خنس، ثلاث محيطات ومن ضمنهم عضو التسكير هو اللي موجود، يبقى دي زهرة مذكرة. ثلاث محيطات ومن ضمنهم عضو التأنيث اللي موجود، يبقى دي زهرة مؤنثة. تمام، طيب الخنثى الوحيدة اللي فيها الأربع محيطات، أما المذكر والمؤنث في ثلاث محيطات بس. طب تعالى كده ناخد أمثلة. عندي يا مستر الخنثى دي مثل إيه؟ قال لك دي مثل أزهار معظم النباتات. يبقى خلي بالك، معظم النباتات الأزهار بتاعتها خنث. معظم النباتات دي زي إيه؟ قال لك عندك، خد عندك بقى، عندك التوليب، زهرة اسمها زهرة التوليب، دي زهرة خنث يعني فيها الطلع والمتع. عندك زهرة اسمها البيتونيا، عندك زهرة اسمها المنصور، ده كله خنس يعني في أعضاء التسكير والتأنيث معاه. عندك الورد البلدي، الورد البلدي ده برضو زهرته خنس، لو جيت تبص هتلاقيه في أعضاء التسكير والتأنيث معاه. عندك القطن خنسة، عندك الكتان خنسة، عندك عباد الشمس خنسة يعني في أعضاء التسكير والتأنيث معاه. عندك البسلة خنسة، زهرة البسلة خنسة برضو في أعضاء التسكير والتأنيث معاه. تمام، يبقى انا عندي الازهر الخنسة، عندك المنصور والبتونيا، التيوليب، الورد البلدي، القطن، الكتان، عباد الشمس، البسيل. طب عندك بقى الوحيدة الجنس، سواء كانت مذكرة او مؤنثة، قال لك دي بعض النباتات. يبقى خلي بالك، هنا بقى هنقول له مثل، هنا هنقول بعض النباتات، بعض الايه؟ النباتات. خلي بالك احنا هناك قلنا معظم، فهنا هنقول بعض، هنا هنقول ايه؟ بعض. ليه؟ لأن بعض النباتات بس الأزهار بتاعتها بتكون خنس. زي مين؟ عندك الذرة، اللي هو الذرة، الذرة الزهرة بتاعته بتبقى وحيدة الجنس، يعني مذكرة يا مؤنثة. عندك النخيل، النخل مذكر أو مؤنث. عندك القرع، قرع العسل ده برضو مذكر أو مؤنث. تمام كده، يبقى أنا عندي النباتات وحيدة الجنس زي الذرة، النخيل، القرع، الذرة، النخيل، الإيه؟ القرع. تمام كده، طيب يبقى احنا خدنا جنس الزهرة ثلاث حاجات يا مستر، في زهرة وحيدة الجنس وثنائية الجنس. وحيدة الجنس يا إما مذكرة يا إما مؤنثة، وثنائية الجنس بتبقى خنث. الخنثى فيها كل المحيطات الزرعية اللي هم الأربع محيطات، كأس، تويج، طلع، متان، ودي زي التوليب، البتونيا، المنصور، الورد البلدي، القطن، الكتان، البسلة. أما وحيدة الجنس دي فيها عضو التسكير بس فقط اللي هو الطل، المؤنثة فيها عضو التأنيث بس اللي هو المتاع، ودي زي الذرة والنخيل والقرن. طيب يجي يسألني هنا أسئلة علل، يجي يقول لي علل تعتبر زهرة التوليب زهرة خنثى. هنقول له لاحتوائها على أعضاء التسكير والتأنيث مع اللي هو الطلع والمتاع مع. طب ليه زهرة الورد البلدي زهرة خنثى؟ هنقول له لاحتوائها على أعضاء التسكير والتأنيث مع الطلع والمتاع. طب علل ليه زهرة النخيل زهرة مذكرة أو مؤنثة؟ هنقول له لاحتوائها على أعضاء التسكير فقط أو أعضاء التأنيث فقط، اللي هي الطلع فقط أو المتاع فقط. طب ليه زهرة القرع زهرة وحيدة الجنس لاحتوائها على أعضاء التسكير فقط اللي هو الطلع، أو أعضاء التأنيث فقط اللي هو المتاع؟ تمام، طيب ازاي نجفف الزهور؟ تجفيف الزهور ده تطبيق حياتي عندك. طب يا مستر انا عايز اجفف الزهور. شفت انت الزهور اللي بتتباع اللي هي الطبيعيه المجففه دي، بتبقى ناشفه، بيجففوها ازاي؟ بيجمعوا الزهور، باقه من الزهور مثلا، كل زهره بالوانها هي،
ويجي يروح جاي منظفين الساق ده اللي قدامك ده من الورق الأخضر، يشيلوا منه أي ورق أخضر، وبعدين يربطوها، يربطوا كل حزمة مع بعضها زي ما احنا شايفين كده، كل مجموعة أزهار مع بعضها، وبعدين يعلقوها مقلوبة، يعني الزهرة يبقى بوزها لتحت زي ما احنا شايفين كده، ويحطوها في غرفة مظلمة جيدة التهوية لمدة أسبوع، تتحط في أوضة ضلمة تكون فيها هواء كويس لمدة إيه؟ لمدة أسبوع. في الحالة ديت هتحصل في الآخر على أزهار مجففة، وهي دي الأزهار اللي بتتباع، بتبقى طبعا أزهار يعني بتبقى شكلها جميل جدا، وتبقى حاجة قمة الروعة. نكمل مع بعض. عندي بعد كده بناخد خطوات التكاثر الجنسي في النبات. التكاثر الجنسي يا مستر في النبات ده بيتم على كام خطوة؟ بيتم على خطوتين. يبقى خطوات التكاثر الجنسي في النبات كام خطوة؟ خطوتين اتنين. أول خطوة عندي وهي التلقيح الزهري، أول خطوة عندي اللي هي إيه؟ التلقيح الزهري، دي الخطوة الأولى. طب إيه هو التلقيح؟ التلقيح ده تعريفه هناخد واحدة واحدة. يبقى أول خطوة أو أول مرحلة اسمها التلقيح، دي إيه؟ من خطوات التكاثر الجنسي. يبقى بيتم في خطوتين، أول خطوة اسمها التلقيح. إيه هو التلقيح ده؟ قال لك لما الموتك، إحنا قلنا عضو التسكير في الزهرة هو الطالع. طيب بص كده، عملية التلقيح دي يعني إيه يا مستر؟ افهمها بالراحة بالصور، هو الدرس ده أغلبه يعني عايز فهمه بالصور كده بالراحة، هتلاقي الدرس ده بسط معايا. عندي ده الموتك، الموتك أهو زي ما اتفقنا من جوه في قلبه فصين، كل فص في قلبه حجرتين، يعني عدد الحجرات في 4 حجرات زي ما احنا شايفين كده. هنا حبوب اللقاح هي اللي جوه في الحجرات دي، مالية الحجرات زي ما احنا شايفين. لما حبوب اللقاح دي بتنضج او بتكبر، ايه اللي بيحصل؟ بيروح جاي المنتج ده ما بيقدرش يستحمل الكمية دي من حبوب اللقاح، فبينشق. بينشق ازاي؟ بص زي ما احنا شايفين كده، بعد ما كان دوائر كده، لا انشق طوليا. بص الدايرة انشقت بالطولين، بالطول اهي، ودي فرغت اللي فيها، ودي انشقت بالطول، ودي انشقت بالطول. فلما انشق طوليا فرغوا كل اللي فيهم من حبوب اللقاح، فتطايرت حبوب اللقاح اهي في الهواء. يبقى تاني كده بالراحة، يبقى أنا عندي أول خطوة عشان يحصل أول خطوة من التكاثر الجنسي هي عملية التلقيح. لما حبوب اللقاح دي بتنضج بتتطاير، بتتطاير ليه؟ نتيجة لأن الموتوك ده انشق طولين بالطول كده زي ما احنا شايفين كده في الشكل ده، انشقت كل فتحة انشقت طولين، كل عين انشقت طولين، فتطيرت حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي بقى هتروح فين؟ قد انها طايرة كده لغاية ما توصل للميسم اللي هو العضو التأنيس في الزهرة. يبقى ده طالع عضو التسكير في الزهرة، حبوب اللقاح اللي بتطير منه بتروح على الميسم. طب يبقى احنا هنا بقى هنعرف التلقيح، ايه هو اصلا التلقيح يا مستر؟ هنقول له ان التلقيح الزهري هو عملية انتقال حبوب اللقاح من متوك الأزدية إلى مياسم القرابل. تاني كده، يبقى انا عندي ايه هو التلقيح الزهري؟ هو انتقال حبوب اللقاح بتتنقل منين؟ من الموتوك تروح للميسم، تروح لايه؟ للميسم. يبقى انتقال حبوب اللقاح من متوك الأزدية الى مياسم القرابل. لما حبوب اللقاح تتنقل من الموتوك بعد ما تنضج تروح للميسم، كده تمينا عملية التلقيح. طب عشان يا مستر حبوب اللقاح تتنقل من الموتوك تروح للميسم بتتنقل بازاي؟ قال لك بنوعين اتنين، في نوعين اتنين من التلقيح بيتم. عندي انواع التلقيح، بناخد بعد كده انواع التلقيح الزهري. في عندي اول نوع اللي هو فيه تلقيح ذاتي، يعني الزهرة تلقح نفسها بنفسها، ده كده النوع الاولاني. عندي النوع التاني، في عندي تلقيح خلطي. يبقى في تلقيح ذاتي وفي تلقيح ايه؟ خلطي. التلقيح الذاتي ايه هو؟ لما اجي اعرفه هنقول له هو انتقال حبوب اللقاح من موتك زهره لميسم نفس الزهره او لميسم زهره اخرى على نفس النبات. يبقى التلقيح الذاتي ايه هو؟ هو انتقال حبوب اللقاح من موتك زهره الى ميسم نفس الزهرة أو إلى ميسم زهرة أخرى، بس شرط أساسي تكون على نفس النبات، ميسم زهرة أخرى على نفس
النبات. يعني ايه الكلام ده؟ بالراحة كده، انت عندك التلقيح الذاتي معناها ان الزهرة بتلقح نفسها بنفسها. يعني انا عندي زهرة واحدة، الزهرة دي بيبقى فيها متك وميسم لو هي زهرة نموذجية، فحبوب اللقاح تخرج من المتك بتاع الزهرة تروح لنفس الميسم بتاع الزهرة، ده كده تبقى عملت تلقيح ذاتي ان هي لقحت نفسها بنفسها، او ان حبوب اللقاح تخرج من زهرة تروح على زهرة تانية، بس شرط بس ان يكونوا الزهرتين على نفس الساق. زي الفكرة دي كده، بص ده نفس الساق اهو، ده ساق واحد فقلبه كذا زهرة، زهرة وزهرة كذا زهرة. ففي الحالة دي حبة اللقاح مثلا تتنقل من زهرة لنفس الزهرة لميسم نفس الزهرة، ده كده تبقى عملت تلقيح ذاتي، او تتنقل من متك زهرة لميسم زهرة تانية، بس شرط بس ان يكونوا الزهرتين دول على نفس الايه الساق، او على نفس النبات اهو، الاتنين على نفس الايه النبات. فهمت كده؟ يبقى تاني التلقيح الذاتي ايه هو؟ انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم نفس الزهرة، يعني المتك يدي الميسم بتاع الزهرة نفسها، او ان المتك بتاع الزهرة ده هو يدي حبوب اللقاح بتاعته لزهرة تانية، بس شرط بس ان يكونوا الزهرتين دول على نفس الايه النبات. فهمنا كده؟ ده كده تبقى عمل التلقيح الذاتي. يبقى اذا التلقيح الذاتي هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم نفس الزهرة، او الى ميسم زهرة اخرى، بس شرط اساس يكون على نفس الايه النبات. ماشي؟ طيب نبص مع بعض كده برضو على الصور. طيب عندي اهو، بص كده، دي زهرة اهي، الزهرة دي فيها متك وفيها ميسم، فهنا الموتك بتاع الزهر يدي الميسم نفس الزهر، يبقى هنا عمل التلقيح ذاتي. او بص كده، ده ساق اهو عليه اكتر من زهر، الموتك بتاع الزهر اللي فوق يدي الميسم بتاع الزهرة اللي تحته مثلا، بس شرط بس ان يكونوا الزهرتين على نفس النبات، برضو في الحالة دي برضو نقول عليها تلقيح ذاتي. يبقى التلقيح الذاتي انتقال حبوب اللقاح من موتك زهرة لميسم نفس الزهر، او انتقال حبوب اللقاح من موتك زهرة لميسم زهرة اخرى، بس شرط بس ان يكونوا الزهرتين دول على نفس الايه الساق، او على نفس النبات. طب ايه هو بقى التلقيح الخلطي يا مستر؟ التلقيح الخلطي بص كده، هو انتقال حبوب اللقاح، يبقى الاساس هنا هي حبوب اللقاح، يبقى انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى على نبات اخر، بس شرط اساسي يكون ايه من نفس النوع، من نفس الايه النوع تاني. يبقى انتقال حبوب اللقاح من متك زهر لميسم زهرة اخرى، بس شرط اساسي على نبات اخر يكونوا من نفس الايه النوع، الزهرتين من نفس النوع، يعني شرط اساسي يكونوا النباتين من نفس النوع، يعني زهرة برتقال تبقى زهرة برتقال، زهرة عباد شمس يبقى النبات التاني زهرة عباد شمس، زهرة ذرة يبقى النبات التاني زهرة ذرة، نفس النوع يعني نفس نوع النبات. يبقى انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم زهرة اخرى على نبات اخر من نفس النوع. تمام؟ ازاي؟ بص كده، طيب تعالوا كده نشوف التلقيح الخلطي بالصور. انت عندك ايه؟ دي زهرة على نبات، ودي زهرة تانية خالص على نبات آخر، اهي النباتين كل نبات لوحده، فهنا انتقلت حبوب اللقاح من متك زهرة لميسم زهرة تانية على نبات آخر، بس شرط أساسي يكونوا الزهرتين من نفس النوع، أو يكون النبات من نفس النوع أهو، ده الزهرة دي نفس نوع الزهرة دي، بس دي زهرة مذكرة ودي زهرة مؤنث. فهمنا؟ يبقى التلقاح الخلطي حبوب اللقاح بتتنقل من زهرة تروح لزهرة تانية خالص على نبات آخر، بس شرط أساسي يكونوا الاتنين من نفس الإيه النوع. ماشي؟ يعني ما ينفعش مثلا زهرة عباد شمس تلقح زهرة مثلا كتان، لا ما ينفعش الكلام ده، لازم تكون نفس الزهرة نفس الإيه الزهر. طب يبقى إذن، يبقى اذا التلقيح الخلطي هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهره الى ميسم زهره اخرى على نبات اخر من نفس النوع، اما التلقيح الذاتي انتقال حبوب اللقاح من متك زهره لميسم نفس الزهره، او الى ميسم زهره اخرى على نفس النبات. طيب تعالوا كده ناخد اسباب كل واحد. عندي اسباب ده ايه يا مستر؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الازهار هنا تلقح نفسها تلقيح ذاتي؟ اسبابه، اسباب التلقيح الذاتي. ايه هي اسباب التلقيح الذاتي يا مستر؟ قال لك اسبابه طبعا هي شرط اساسي ان تكون الزهره هنا خنس، يعني فيها عضو التذكير والتانيث معا. طب ايه اللي بيخليها تعمل تلقيح ذاتي؟ قال لك بسبب ان الاتنين يكونوا نضجوا في وقت واحد، اللي هي المتك والمياسم. قال لك يبقى هنا نضج المتك والمياسم في وقت واحد، نضج المتك والمياسم في وقت واحد، يبقى نضج الموتك والميسم في وقت واحد. دي زي مين؟ قال لك مثل عندك نبات الكتان، عندك نبات
الكتان. الموتك والماسم بتوعه بينضجوا في وقت واحد، فبالتالي الزهرة بتاعته بتعمل لنفسها تلقيح ذاتي. خلاص، يبقى ده من ضمن اسباب التلقيح الذاتي، يبقى نضج الموتك والماسم في وقت واحد. تاني سبب من اسباب التلقيح الذاتي وهي عدم تفتح الازهار الا بعد اتمام الاخصاب. يعني الزهره بتدنها مقفله، بص كده كمثال، دي زهره اهي بتدنها مقفوله كده لغايه ما عمليه الاخصاب تتم. يبقى عدم تفتح الازهار الا بعد اتمام عمليه الايه، الاخصاب. يعني لما الموتك يدز الميسم بتاع نفس الزهره تروح جايه الزهره مفتوحه بقى، لكن هي بتدنها مقفوله كده عشان ما تلقطش اي حبوب لقاح من اي زهره تاني. يبقى اذا تاني سبب من اسباب ان الزهره تعمل لنفسها تلقيح ذاتي يبقى عدم تفتح الازهار الا بعد اتمام عمليه الاخصاب، الا بعد اتمام عمليه الايه، الاخصاب. دي زي مين؟ قال لك ديت مثل الشعير، مثل نبات الايه، نبات الشعير. طيب يبقى تاني، يبقى انا عندي اسباب التلقيح الذاتي. ايه الاسباب يا مستر اللي بتخلي الزهره تعمل تلقيح ذاتي؟ سببين. اول حاجه ان الموتك والماسم ينضجوا في وقت واحد، ففي الحاله دي الموتك بيدي نفس زهرته ماشي منها فيها. طب يبقى اذا نضج الموتك والماسم في وقت واحد ده زي اللي بيحصل في نبات الكتان. تاني سبب ان الزهره ما بتفتحش، يبقى عدم تفتح الازهار الا بعد اتمام عمليه الاخصاب، ودي زي نبات الشعير. طب التاني اسبابه ايه بقى؟ اسباب التلقيح الخلطي. تلقيح الخلطي هناك بقى اسبابه، قال لك اول سبب من اسبابه هنا كان نضج الموتك والماسم في وقت واحد، يبقى هنا العكس، هنا عدم نضج الموتك والمياسم في وقت واحد. يبقى الموتك والماسم ما بينضجوش في وقت واحد، فبالتالي واحد بينضج قبل التاني، فبالتالي فبيحتاج لزهرة تانية بقى ماشي بس على نبات ايه، اخر. ليه؟ لان الموتك والماسم ما نضجوش في وقت واحد. يبقى هنا عدم نضج الموتك والماسم في وقت واحد بيخلي النبات يعمل تلقيح خلطي. ده زي مين؟ مثل نبات عباد الشمس، مثل نبات عباد الايه، الشمس، اللي هو دوار الشمس. قال لك الموتك والماسم بتوعه ما بينضجوش في وقت واحد ماشي، فبالتالي بيحتاج ان هي تتنقل حب اللقاح من موتك زهرته لميسم زهره تانيه على نبات اخر من نفس النوع. طب تاني حاجه، تاني سبب من اسباب التلقيح الخلطي وهي ان تكون الزهره وحيده الجنس، ان تكون الزهره وحيده الجنس. يعني يا اما مذكره يا اما ايه، مؤنثه، يعني يا فيها طلع بس يا فيها متاع بس. ففي الحاله دي بتبقى محتاجه زهره تانية، يعني حبه تلقاح تتنقل من الموتك بتاعها تروح للميسم زهره تانية. ففي الحاله دي مثل مين؟ قال لك مثل نبات الذره ماشي، او النخيل، زهرته وحيده الجنس ماشي. يبقى ان تكون الزهره وحيده الجنس زي نبات الايه، الذره، زي النخيل. طب يبقى تاني، يبقى انا عندي انا خدت انواع التلقيح نوعين. هو اصلا ايه هو التلقيح اصلا؟ ان حبوب اللقاح يا مستر تتنقل من موتك زهره تروح لميسم زهره تاني. اتنقلت حبه اللقاح كده حصل التلقيح. التلقيح ده عشان تتنقل حبه اللقاح بتتنقل بطريقتين، في تلقيح ذاتي وفي تلقيح خلطي. التلقيح الذاتي ان الزهره تلقح نفسها بنفسها، يعني حبه اللقاح بتتنقل من موتك زهره لميسم نفس الزهره، او انها تلقح زهره تانية بس بشرط بس يكونوا الاثنين على نفس النبات. يبقى انتقال حبوب اللقاح من موتك زهره لميسم زهره نفس الزهره، او الاميسم زهره اخرى على نفس النبات. اسبابه نضج الموتك والميسم في وقت واحد زي الكتان، عدم تفتح الازهار الا بعد اتمام الاخصاب زي الشعير. اما التلقيح الخلطي فهو ان حبوب اللقاح بتتنقل من موتك زهره لميسم زهره اخرى على نبات اخر، بس شرط اساسي الاثنين يكونوا من نفس الايه، قال لك من نفس النوع. اسبابه عدم نضج الموتك والميسم في وقت واحد زي عباد الشمس، فبالتالي بيعمل تلقيح خلطي. ان تكون الزهره وحيده الجنس زي نبات الذره او النخيل، قال لك فبالتالي بيعمل تلقيح خلطي، تعمل له تلقيح خلطي. طيب بعد كده يجي يسالك هنا بقى اسئله علل مهمه. بص كده يجي يقول لك علل، يتم التلقيح في نبات الشعير تلقيح ذاتي. ليه التلقيح في نبات الشعير بيبقى تلقيح ذاتي؟ هنقول له لان ازهاره لا تتفتح الا بعد اتمام عمليه الاخصاب، لان ازهاره لا تتفتح الا بعد اتمام عمليه الايه، الاخصاب، فبالتالي التلقيح فيه تلقيح ذاتي. طب علل، التلقيح في نبات الكتان تلقيح ذاتي لعدم نضج الموتك والماسم في وقت واحد، فبالتالي بيتم فيه تلقيح ذاتي عشان كده. طب علل، التلقيح في نبات عباد الشمس تلقيح خلطي لعدم نضج الموتك والماسم في وقت واحد، فهمنا الاجابات؟ طب علل، التلقيح في نبات الذره تلقيح خلطي لان زهره الذره وحيده الجنس، تمام؟
طيب عندي بعد كده هناخد بقى التلقيح الخلطي، هناخد طرق التلقيح الخلطي. طب التلقيح الخلطي ده عشان حبة تلقيح تتنقل من موتك زهرة تروح لميثم زهرة أخرى على نبات آخر، بتتنقل بكام طريقة؟ قال لك بتتنقل بثلاث طرق. بتتنقل بثلاث إيه؟ طرق. يبقى بالراحة، يبقى أنا خدت حبة اللقاح الهدف منها إنها تتنقل من الموتك تروح للميثم، عشان تتنقل بتتنقل بطريقتين أساسيتين، تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. طب التلقيح الخلطي عشان يحصل ان حبة اللقاح تتنقل من زهرة تروح لزهرة تانية على نبات اخر، قال لك بتتنقل بثلاث طرق في الخلطي، يبقى الخلطي ده له ثلاث صور. ماشي. طب طرق التلقيح الخلطي، طرق التلقيح الخلطي، التلقيح الخلطي ده يا مستر له ثلاث طرق. اول حاجة التلقيح بالحشرات، يعني ممكن تبقى الحشرة زي النحلة مثلا هي اللي تنقل حبة اللقاح برجلها وتاخدها وتمشي. تاني حاجة التلقيح بالرياح، ممكن الهواء هو اللي ينقل حبوب اللقاح في الحالة دي يوديها للزهرة التانية. تالت حاجة التلقيح الصناعي، التلقيح الايه؟ الصناعي. يبقى صور التلقيح الخلطي كام صورة؟ تلاتة. تلقيح الخلط في تلقيح بالحشرات، تلقيح بالرياح، تلقيح صناعي. تلقيح بالحشرات، بالرياح، صناعي. طب التلقيح بالحشرات، الزهرة اللي بتلقح بالحشرات لها مواصفات؟ اه طبعا، مش اي زهرة ينفع ان هي الحشرات تلقح. ازاي؟ بص كده. طيب بص كده معايا، ده التلقيح بالحشرات. بص كده، النحلة، النحلة جاية واقفة على زهرة اهي. النحلة لما بتيجي تقف على الزهرة بيبقى الزهرة طبعا زي ما اتفقنا فيها الموتوك اللي هو في قلب حبوب اللقاح، فهنا تروح جاية حبة اللقاح تلزق في رجل النحلة وهي واقفة بتمتص الرحيق من الزهرة. فالنحلة طبعا ما بتقفش على زهرة واحدة، هتخلص الرحيق من هنا تروح جاية نقلة لزهرة تانية تقف عليها، فحبة اللقاح اللي لزقت في رجل النحلة هتقع منها على الزهرة التانية اللي هي جت وقفت عليها دي، على الميسم بتاعها. ففي الحالة دي يحصل التلقيح. يبقى إذا الحشرات لها دور هنا في التلقيح. اه قال لك، وده هنا من طرق التلقيح الخلطر، النحلة بتتنقل من زهرة لزهرة، فهي بتتنقل بتنقل حبوب اللقاح من الزهرة دي للزهرة دي في رجلين. طب حبة اللقاح هنا لها مواصفات عشان تلزق في رجل النحلة؟ اه بص كده، شرط اساسي في حبه اللقاح هنا ان هي، شوف شكلها بيبقى عامل ازاي، دي طبعا صوره مكبره لحبه اللقاح، بتبقى خشنه او لزجه، بتبقى خشنه او ايه؟ لزجه. يبقى حبه اللقاح في التلقيح بالحشرات بتبقى خشنه او لزجه. لزجه، شفت انت لما تحط نقطه عسل على ايديك، شفت انت وتيجي تعمل كده، قال لك دي اللزوج. يبقى خشنه او ايه؟ او لزجه. ليه؟ عشان تلزق وتلتصق باجسام الحشرات الزائره، يبقى لازم تكون فيها لزوجه عشان تلزق في رجل الحشره او تلزق في رجل النحل. يبقى هنا حبه اللقاح مواصفاتها ايه بتاع في الازهار اللي بتلقح بالحشرات؟ بتكون خشنه او لزجه. خشنه او ايه؟ لزجه. ليه؟ نقول لتلتصق باجسام الحشرات الزائره، عشان تلتصق بالجسم بتاع الحشره الزائره. طيب عندك كمان الازهار اللي بتلقح بالحشرات دي لازم تكون الزهره ريحتها حلوه، لان النحل ما بيجيش يقف الا على الزهور اللي ريحتها جميل. يبقى اذا لازم تكون الزهره ملونه وذو رائحه ذكيه. ليه؟ عشان تجذب الحشرات اللي بتتغذى على رحيقها كالنحل. تمام. طب يبقى تاني مواصفات الزهور اللي بتلقح بالحشرات ايه يا مستر؟ ان تكون الزهره ملونه وذو رائحه ذكيه عشان تجذب الحشرات. تاني حاجه ان تكون حبه اللقاح خشنه او لزجه عشان تلتصق باجسام الكائنات الزائره او الحشرات الزائره. يبقى هنا هنقول له التلقيح بالحشرات، هنقول له مواصفات البتلات، هنقول له لازم تكون مواصفات الزهره اللي بتلقح بالحشرات ايه؟ تكون ملونه وذات رائحة ذكية لجذب الحشرات التي تتغذى، الحشرات دي بتتغذى على ايه؟ على الرحيق بتاع الزهرة دي، على